70 سنة منذ إنشاء هذه النقابة، مشوار طويل من الكفاح. أتذكر حتى في السنوات الحديثة في مسيرات النقابة إلى ميدان التحرير في ثورتي يناير ويوليو، كانت الصحفيات المصريات دائما ما يسبقننا الخطوات ودائما ما يتقدمنا الصفوف في مسيرتنا من النقابة إلى ميدان التحرير. الصحفية المصرية من أمهر وأشطر الصحفيات في الوطن العربي، تمتلك مقومات وتمتلك الإمكانية لأن تتولى كل المناصب في هذه المهنة، لأن تقود أرفع الصحف اليومية والأسبوعية والمجلات. أعتقد أنه بالفعل حتى الآن يعني ما زالت الصحفية المصرية لم تحصل على كثير من الحقوق الضائعة في هذه المهنة، لكن أعتقد أنه الصحفيات المصريات هيستمر نضالهم، هيستمر حتى يحصلن على كافة حقوقهم. أهلا بكم في النقابة وأهلا بكم في احتفالية اليوبيل الماسي، ومنورينا دايما ومنورين نقابتكم، احنا اللي متشرفين بوجودكم معانا. شكرا وأهلا.